زعيم ورائد المسرح الفكاهي في مصر نجيب الريحاني. النهارده بنحتفي بذكرى رحيل الفنان الكبير نجيب الريحاني اللي حجز لنفسه موقع الصداره ما بين نجوم الزمن الجميل، احد اشهر واهم الفنانين، اعماله لسه عايشه في ذاكره المصريين سواء في المسرح او في السينما. شخصية مهمة جدا ورائد من رواد الفن المصري. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير وأهم المحطات الفنية في حياة الراحل نجيب الريحاني. نجيب الريحاني وجهه يشبه شوارع مصر، ترى في ملامحه وجه الأسرة المصرية وجارك الطيب، وحين يضحك ترى خفة ظل شعبها الذي يضحك على همومه حتى ينساها أو يتعايش معها. هو نجيب الريحاني الفنان الذي لا تجد أوصافاً تصف قدرته وعبقريته الفنية وإبداعه. برع الفنان نجيب الريحاني في التلقائية في الأدوار التي قام بتقديمها، وحتى الآن لا يوجد منافس له في تلك الموهبة، وله مدرسة في الكوميديا لا يضاهيه فيها أحد. والده إلياس ريحانة كان يعمل بتجارة الخيل وأصوله عراقية. أتم الريحاني دراسته في مدارس ألفرير الابتدائية الفرنسية بالقاهرة، وبها تجلت موهبته حينها، فانضم إلى فريق التمثيل المدرسي. ولكن تسبب تدهور تجارة والده في الاكتفاء بشهادة البكالوريا، وكان مشهوراً وسط معلميه بإطلاق الشعر العربي. كان الريحاني عاشقاً للأعمال الأدبية والمسرحية الفرنسية، وتعرف على المخرج الشامي الشاب عزيز عيد، وجمعت بينهما صداقة قوية ونجاحاً في الحصول على وظيفة كومبارس في دار الأوبرا المصرية. رواية الملك يلهو التي قام بترجمتها الأديب أحمد كمال رياض بيك تعد هي أولى الروايات التي اشترك الريحاني بها في التمثيل، وهو الأمر الذي أتاح للريحاني مشاهدة أداء التمثيل من قبل كبار المسرحيين وقتها. دشن الريحاني مع صديقه المقرب بديع خيري فرقة مسرحية حولت العديد من المسرحيات الكوميدية الفرنسية إلى اللغة العربية، وقبل تحويلها إلى أفلام تم عرضها بغالبية المسارح في مصر ودول الوطن العربي. تزوج الريحاني مرتين، الأولى من بديعة مصبني، ثم انفصل بعد ذلك عنها ليتزوج الألمانية لوسي دي فيرناي. وأصيب الريحاني بمرض التيفويد الذي أثر على رئتيه وقلبه، وتوفي عام 1949 بالمستشفى اليوناني بحي العباسية بالقاهرة.